على خطى الناصرية الفيحاء، هذا ما أعلن عنه المعتصمون والمتظاهرون في كربلاء، حيث منحت جماهير ذي قار الطبقة السياسية في العراق أياما محدودة لتنفيذ المطالب التي خرج العراقيون من أجلها. احنا طلبة جامعات كربلاء الحكومية والأهلية، احنا تضامننا اليوم وخرجنا بهاي الأعداد الهائلة من الطلاب تضامنا مع مهلة الناصرية، وإن شاء الله إن شاء الله راح نقدر نحصل على رئيس وزراء عادل وغير حزبي. أشكركم. احنا اليوم نضامن ويا مهلة الناصرية قلبا وقالبا. ثاني شغلة، كلام للحكومة موجه، ليش ما يدرون منو اللي احنا نريده؟ ليش ما يدرون احنا أي واحد يقدمه رئيس وزراء احنا ما رحنا نقبل عليه؟ خلي ايسون، يعني ايسو، اقول لكم ايسو. المتظاهرون هددوا باتخاذ خطوات تصعيدية من خلال الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي طالبت المرجعية بها مرارا وتكرارا دون آذان صاغية من قبل المعنيين، مؤكدين انهم اصحاب حقوق والحقوق تؤخذ ولا تعطى. ثوار في كربلاء المقدسة، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا نحن مع مهلة الناصرية. تظاهر بصورة يعني حقيقية، النظرة مالتهم يعني احنا كأنه ما عايشين بالعراق، ولا اكو متظاهرين، يفكرون بس بهمومهم وبعملهم وهاي، يعني ولا كأنه ما اكو متظاهر طالع جاي يعني هنا يطالب حقوقه. ويرى مراقبون أن المأزق الحالي الذي يعيشه العراق اليوم قابل للحلول في حال إيقاف تدخل دول إقليمية وغير إقليمية في شؤون العراق. ويبقى السؤال، إلى متى ستستمر الكتل السياسية بمماطلتها وعدم تنفيذ ما يريده المواطن الغضب اليوم وتجاهل ما تريده مرجعية النجف التي بحى صوتها؟ من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.